سلام، كيف حالكم؟ شاركم طيبين ومبسوطين. اليوم تخيلوا نزلت معلومات جديدة الصباح، لسه تخيلوا المقطع هذا المفروض انه ينزل امس بس صار ظرف اتأجل لليوم، وسبحان الله نزلت مقالة جديدة مع دان هاوزر اللي هم الاخوان دان وسام هاوزر، بس هي بالتحديد مقابلة مع دان هاوزر اللي هو المسؤول بشكل كبير عن لعبة Red Dead Redemption. تكلمنا عنه كثير هذا الشخص ومدى حبه وعشقه لسلسلة Red Dead Redemption. على العموم حنشارك التفاصيل هذه في البداية، وحنشارك التفاصيل اللي لها كم يوم نازلة من ضمنها الأسلحة وبعض المعلومات الجديدة اللي نزل سواء من مجلة إج أو حتى من روكستار بشكل رسمي. بس قبل لا نبدأ وزي ما عودناكم لأسفل الاشتراك واللايك والهم من هذا كله طبعا النشر، خلونا نبدأ. اغلبكم كان يتساءل في الفترة الاخيرة كم حجم اللعبة، والان وبشكل رسمي تم الاعلان عن حجم اللعبة، بس طبعا ما هو من روكستار، من نفس الاكس بوكس، وحجم اللعبة بالتحديد يوصل الى 88 جيجا، وتوقع اي احد من ملاك الاكس بوكس يقدر يدخل حاليا على الستور ويشوف حجم اللعبة. طبعا هذا بالنسبة للاكس بوكس، وانا اتوقع الاكس والعادي ممكن يكون في فرق بينهم بالاحجام، بس بشكل عام المقصد من الكلمه حتى اللي تشوفونها قدامكم مكتوبه انه هذا تقريبيا حجم اللعبه، فممكن يوصل 100 ترى بالراحه مع التحديثات او حتى في الاضافات الجايه. وبكذا اتوقع يكون واضح بالنسبه لكم حجم اللعبه على البرو وحجم اللعبه على الاكس بوكس 1، واضح انه ما بين 88 الى 105. عدد ساعات اللعب بالمقابلة اللي صارت اليوم مع دان هاوزر، واضح انه على كلامه كانت 65 ساعة، تخيلوا فشالوا منها تقريبا 5 ساعات، لانه حاب انوه احتمال يكون هنا في حرق للبعض اذا كنتوا تعتبروها حرق فسوي سكيب. فالخمس ساعات هذه شالوها بكل بساطة بسبب انه كان الموضوع متعلق بآرثر. آرثر عنده خلنا نقول حاجتين هو بيحبها، ما طبعا ما حرقوا في التفاصيل اكثر من كذا، بس على العموم واحدة من الحاجات هذه هي اللي كانت ماخذة 5 ساعات ولها مهام، وكانت البداية على قولتهم حماس هي ومهمة قطار، بس بعد كده شافوا ان الموضوع صار ممل فقرروا يشيلون هذه الحاجتين، فثبتت عدد الساعات على 60 ساعة. تخيلوا بالمهام، تخيلوا قصة اللعبة واصلة على كلام دان هاوزر اللي هو في الغالب الكاتب الى 2000 صفحة، لكن لو شمل معاه كل الاشياء الثانية اتوقع انها توصل تخيلوا الى 8 اقدام ارتفاع. هنا باكم تحسبون معايا، اللعبة أخذت 2200 يوم، تخيلوا بس عشان يسوون الكابشر موشن اللي هو تسوي حركات معينة، أو خلينا نقول يجيبوا ممثل ويسوي حركات معينة بجسمه أو لقطات معينة، وبعد كذا يركبوها ويدخلوها داخل اللعبة، هذه تخيلوا أخذت منهم 2200 يوم، احسبوها، بمجموع 1200 شخص جابوهم يسووا لهم اللي هم الكابشر، وعندهم كمان منهم 700 تخيلوا بس يقومون بدور الحوارات، بحيث حتى الشخصيات اللي ما راح نلعب فيها، الشخصيات العادية اللي موجودة في عالم اللعبة تقريبا تسجيل الحوارات لهم كل شخص فيهم، تخيلوا يعني اي شخص حتشوفه في عالم اللعبة يمشي هذا الشخص قري 80 صفحة، 300,000 الرسم انيميشن، و500,000 سطر حوار داخل اللعبة، وغير طبعا باقي الاشياء. طبعا دان هاوزر وانا قلت لكم انه هو شخص يحب شيء اسمه لعبة Red Dead Redemption وجدا متعلق فيها، اتكلم عن تفاصيل جدا كثير بس ختمها صراحة بشيء يهمكم بشكل كبير، اذا نجحت ان شاء الله لعبة Red Dead Redemption 2 في الغالب حيكون في Red Dead Redemption جزء قادم. في الايام الجاية حنفصل المقالة اكثر لانه في موضوع او في كلام كثير قالوا عن روكستار وعن التوجهات اللي صارت والتغيرات اللي صارت داخل الشركة فعليا، خاصة بعد ما غادر ليزلي اللي كان يعتبر احد الاركان الاساسية في روكستار، لكن حاب اطمن ما راح يكون له تأثير على لعبة Red Dead Redemption لانه بكل بساطة كان كل شغله في لعبة Grand Theft Auto، فاذا بنخاف بنخاف على Grand Theft Auto الجاية مو على Red Dead Redemption اللي ماسكها دان هاوزر. نخش دحين بعض التفاصيل اللي شاركونا اياها مجلة إج وبعض المواقع الثانية خلال الايام اللي راحت بدون طبعا حرق. من اهم التفاصيل الجديدة موضوع الصيد، هذا تكلمنا عنها قبل كذا بس جاء التأكيد انه الصيد حيتأثر طبعا بثلاثة عوامل، عندنا اللي هو الجلد، عندنا اللحم، وطبعا الحاجتين هذه حتخليك تعرف اذا كانت فعلا هذه الجودة حقت صيدك كويس او لا، وبناء عليها حتعرف كم تقريبا خلينا نقول قيمة الصيد حيجيب لك لما تجي تبيع. ضيف على هذا اكدوا انه حيكون في حيوانات اسطورية، وطبعا طريقة صيدك له او طريقة صيد الحيوان هذا هيحدد لك برضو كمان قيمة الصيد، فكل ما استخدمت مثلا افخاخ وحاولت انك تحافظ على سلامة الصيد كل ما كان حيجيب لك فلوس اكثر. وضيفوا على هذا والاهم من هذا كله انه تقدر تستخدم الليجندري او الحيوانات الاسطورية انك تصنع منها اشياء جدا نادرة من ملابس وجلود والاشياء هذه. بالنسبة للكنوز والاشياء خلينا نقول سرية في عالم اللعبة،
في الغالب حيساعدوك او حيذكروا لك اياه اعضاء عصابتك، فاذا انت ما اهتميت بالموضوع ترى حيوبخوك في هذه النقطه، لانك تكون زي كانك شخص مرسول بس ترجع كانك ما سويت اي حاجه، فهذا الموضوع حيزعلهم منك. نقطه كمان جدا مهمه، في حاله انه حصانك ضاع او انه راح بعيد عنك، المهم انه ما هو قريب منك، مو شرط انك انت تروح تسرق زي ما بيصير مثلا في لعبه جراند ثيف اوتو، سيارتك ما تدري فين، تسرق اي سياره موجوده في طريقك، لا، قالوا تقدر بكل بساطه انك تصبر شويه وحتلاحظ الناس يعرضون عليك انهم يوصلوك الى وجهتك اللي انت تبغى تروح على بدون ما انك تسوي مشاكل. عندكم نفس الموضوع حيكون للقطار، اذا انت حاب انه ما تصير مشكله وتقوم حرب داخل القطار، كل اللي عليك تروح تشتري التذاكر زي الناس العاديين وتدخل القطار ويوصلك بأمن وسلام. نجي للأسلحة، الأسلحة فيها تعديلات جدا كثيرة، سواء كان على المستوى البصري انك انت تعدل بنقاشات واشياء وحركات معينة زي ما شفنا مثلا في لعبة Grand Theft Auto، او حتى من ناحية التعديل اللي بتخلي سلاحك افضل واقوى وبحيث انه يكون استخدامه لك اريح لك على حسب طبعا اسلوب وطريقة لعبك. طبعا حيكون متواجد فوق 50 سلاح وهذا عدد ترى جدا كبير مقارنة بRed Dead Redemption 1. الذخائر طبعا حيكون لها انواع، مثل الذخيرة الانشطارية والذخيرة عندنا اللي تنفجر او حتى اللي سريعة، بحيث انه يكون لها ضرر جدا كبير على الاعداء، وزي ما انتم شايفين في الصور الجديدة اللي شاركونا اياها. بالنسبة للالوان والنقوشات تقدر تعدل فيها براحتك وتحط حتى النقوشات كمان بالوان مختلفة، مقبض المسدس بالوان مختلفة، وكل هذه لاحظناها واستعرضوها لنا في الصور اللي انتم شايفينها قدامكم. تقدر طبعا تاخذ سلاحين مختلفين عن بعض، زي مثلا الشوتجن اللي هو الساود اوف شوتجن، وعندنا مثلا الريفلوفر. الاهم من هذا كله انه الحافظ اللي حتكون معاك حتسهل عليك من ناحية انك تطلع سلاح بشكل سريع، وتكلمنا عنه انه ممكن يكون بطريقة حتى عكسية، او حتى انه يحمي لك السلاح من الرطوبة ومن الصدى والامور هذه كلها. طبعا حيكون في انك تسوي صيانة للسلاح من ناحية التزييت والامور هذه بحيث انه عمره يطول معاك. حصانك طبعا حيشيل الاسلحة الخاصة فيك، فدائما تكون مركز الاسلحة اللي حتكون معاك لازم هي اللي حتستفيد منها فعليا، لانه لو صارت معركة او حاجة زي كده حصانك حيهرب او ممكن يكون بعيد عنك، فبالتالي صعب انك انت تروح تستخدم سلاح ثاني. يعني فكرة انه زي مثلا Red Dead Redemption الحالية او GTA يكون ما شاء الله الدائرة تطلع والاسلحة كلها معاك وتختار بكيفك، لا، حيكون معاك بس الاسلحة اللي فعليا موجودة في يدك او في ظهرك، فحاول تختار السلاح فعليا المناسب بحيث انك ما تنكب. نجي الحين لموضوع الديد اي. الديد اي طبعا تقدر تعبيها بحيث انك لو استخدمتها اللي تخلي لك سواء تبطئ الشاشة او حتى ممكن تخليك تختار اكثر من عدو قدامك وبعد كده تطلق عليهم في وقت واحد، او طبعا على حسب الليفل اللي انت واصله زي ما شفنا، او حتى على حسب المنطقة اللي انت قاعد تختارها، وهذا يعتمد على مستويات الديد اي. طبعا اذا انت حاب تعبيها في امور معينة، مقويات واشياء معينة حتقدر تستخدمها في اللعبة على اساس انها ترفع لك من قوة الديد اي، او خلينا نقول تعبي لك الديد اي بالتحديد. زي عندنا مثلا الدم او العلاج، ما تقدر تعالج كذا بس اللهم يتم يمشي لحاله ويتعبى الدم فل زي مثلا مو سير في بعض الالعاب، لانه في GTA كان لازم تعبي دمك بعلاج، في Red Dead Redemption يتعبى دمك الى جزء معين، حتى في GTA نفس الشيء، بس الباقي لازم تحتاج ميديك او علاج معك. في لعبه Red Dead حتحتاج انك تاكل على اساس تعبي الدم. طبعا في صوره حتشوفونها قدامكم، بس حاب اركز على نقطه جدا مهمه. الصوره هذه حنلاحظ فيها انه في عندنا زي القلب وجوته زي الحذوه حقت الحصان، فهذا هو الدم او الهيلث حق الحصان. عندنا بعد كذا العلامه اللي زي البرق اللي هي الاستمنه او القدره او خلينا نقول قوه الحصان. بعد كذا في عندنا اللي هي علامه العين وعليها الاكس اللي هي علامه الديد اي، وبعد كذا في عندنا برضه علامه نفس البرق او الاستمنه او خلينا نقول قوه شخصيات ارثر، واخر شيء عندنا علامة قلب بدون ما يكون جوتها اي شيء، وهذه تكون هي عبارة عن صحتك. طبعا حنلاحظ انه في القرية بشكل عام لو صارت معركة، وتكلمنا عن هذا من ايام التسريب اللي جاء من قناة الذنو لو تفتكروا، وتكلموا انه فعلا وقت ما بيصير قتال حتلاحظ المحلات او الناس بشكل عام حيشيلوا الاغراض حقتهم ويدخلوا داخل محلاتهم على اساس يحمون نفسهم ويحمون كمان ثروتهم او الاغراض اللي قاعدين يبيعوها. طبعا بعد كذا استعرضوا لنا اسلحه، عندنا البولت اكشن حيكون خيار جدا ممتاز بالنسبه للمسافات البعيده، لانه جدا قوي ومتين، وفي نفس الوقت ما يتحمل الا 5 رصاصات، فشيء على قولتهم على حساب شيء. عندنا بعد كذا سلاح الكاربين ريبيتر، طبعا هذا السلاح ميزته انه يطلق لك طلقات بشكل متكرر وسريع، وكل هذا يرجع طبعا بسبب انه طريقه التلقيم او التذخير فيه سريعه بسبب انه مخزن الرصاص
اسطواني. عندنا بعد كذا سلاح الكاتلمان الريفلوفر يتسع تقريبا لست طلقات، ومن اشهر اسلحة الريفلوفر اللي متواجدة في اللعبة. طبعا ميزته انه الضرر والدقة تقريبا متساويين في هذا السلاح. اخر شيء عندنا اللي هو البامب اكشن الشوتجن، يعتبر واحد من اقوى الاسلحة في المسافات القريبة. بشكل عام اللعبة واضح انها جدا عميقة وحتاخذ مننا وقت جدا كثير، من ناحية انه سواء تعدل على شخصيتك او تلعب بشخصيتك او حتى تعدل على الاسلحة وترفع من قوة شخصيتك، كل هذه الامور حتاخذ منك وقت. اللعبة نقدر نقول انها استفادت من عناصر الار بي جي، وما اتوقع للامانة انه روك ستار حتخلينا نطيح ممكن في فخ الملل، لانه انا شخصيا ما احب العاب الار بي جي، فما اتوقع ان شاء الله نقول انه ما تكون اللعبة فيها عنصر الملل، ولو اني واثق في هذه النقطة. يعطيكم العافية على المتابعة، هذا اللي كان عندي في هذا المقطع الخاص بلعبة Red Dead Redemption. اتمنى ان شاء الله اني كفيت ووفيت. نشوفكم ان شاء الله في مقطع جدا قريب. مع السلامة.